أنا دكتور قابل سلمان الجبري من العراق، اختصاصي جراحة العامة واختصاصي الليزر في الجراحة العامة. حقيقة يعتبر المعرض خطوة جيدة جدا بالتعريف في المستشفيات التركية والمنتجات التركية والعناية الصحية في تركيا. نحن بحاجة إلى هذا التعريف وفرصة لإقامة علاقات مشتركة بين بلداننا وبين بلد تركيا الجارة والصديقة للشعوب العربية. حقيقة نحن يعني بشوق وتلهف للقاءات مستقبلية أخرى.